رجعنا لكم مشاهدينا بآخر فقرة لليوم مع السيد ربيع أبو جودة رئيس الهيئة الإدارية لجمعية معن لدير الحرف. بونجور استاذ ربيع. بونجوران، يعطيك العافية. كيفك؟ الحمد لله بخير. مثل ما بنعرف حضرتك رئيس للهيئة الإدارية لجمعية معن لدير الحرف. صحيح. فيك تخبرنا شوي عن الجمعية أكثر؟ جمعية تأسست فعليا على المخبر. نعم. لنا بحدود السنة. نعم. يعني جمعة الجاي بصير لنا سنة على الأرض على المخبر، بس نحن قلنا 4 سنين على الأرض عم نشتغل. هدفنا نقدر نساعد. نعم، هي الجمعية بس لدير الحرف؟ لأهالي دير الحرف؟ أكيد لا، أكيد لا. نحن بلشنا بدير الحرف والحمد لله تقدمنا ضيعة ضيعة وانتشرنا. نعم. صار عندنا نشاطات بغير ضيعة كمان، مش بس بدير الحرف. نعم. هي تسمت على اسم دير الحرف لأنه بالنتيجة نحن المجموعة بلشنا فيها بقلب دير الحرف. نعم. مشينا على هاي التسمية. هل هي جمعية عالمية أو جمعية محلية بس فقط بلبنان؟ وكيف اجت الفكرة الجمعية؟ فكرة الجمعية كيف انطلقت؟ فكرة الجمعية بلشت من 4 سنين. نعم. بعز الكورونا. أه. من أول اللي انصابوا بالكورونا بالوقت أنا، وهيك اتضايقت منيح وحطيت براسي إنه نبلش نساعد. جمعنا مجموعة شباب وصبايا وبلشنا نساعد بضيعتنا. عملنا إذا بدك خلية، مجموعة من خلايا الأزمة اللي كانوا يعملوها، وتعاوننا نحن والبلدية بضيعتنا. قدرنا أمنا بالواجب. نعم. قدرنا أمنا بالواجب، بلشت الفكرة من هنيك. هي جمعية شو تحديدا وشو هدفها للجمعية؟ نحن عندنا الهدف الإنساني الخدماتي بالشق الطبي. نعم. يعني نحن الهدف الأساسي إنشاء مستوصفات ثابتة ونقالة. في كمان نقالة. أكيد نعمل حملات طبية مجانية. نعم. مش بس بدير الحرف، بكل المناطق اللبنانية. أه. الحمد لله قدرنا اشتغلنا بهال4 سنين وقدرنا عملنا اللي لازم نعمله عقد حالنا. عالميا لا، بلشنا نحن ننطلق، صار عندنا لينك على كذا بلد. نعم. صار عندنا ناس عم بتساعدنا برا بمحلات معينة، قادرين نستفيد منهم بالأدوية. نعم. اللي هن عم يدخلوا لنا أدوية لعنا لهون. ايه ايضا هيدا السؤال كان بدي اسالك اياه. التمويل للجمعيه من اي جهه بيوصلكم؟ والتمويل بيكون ماديا او بس ادويه، او ديزون انتم بتساعدوا بالثياب كمان للعالم، او لا بس ادويه ومستوصفات؟ ادويه ومستوصفات. تمويلنا بالمبدا نحن كل شيء، اذا بدك حاليا ما في ماده، حاليا نحن عم نشتغل على الادويه، المساعدات العينيه. نعم. اللي بتجينا، لانه ماديا نحن عم نكتفي بحالنا. يعني نعم، مثل هالصور الموجوده هيدي حمله من الحملات اللي عملناها. نحن طبعا عم نتعاون دائما مع جمعيات. نعم. هيدي بالموبايل يونت عاملين حمله مع توزيع ادويه. نعم. بكل حملاتنا نحن بنوزع ادويه مجانا اجمالا. هي من حملات بدير الحرف مثلا بلشنا فيها من اول حمله عملناه هون. نعم. لفحص العيون، لكل كل شيء بيعوزه الانسان يلي هو انفقد بهال4 سنين. نعم. للأسف يعني نحن بظل غياب مكونات الدولة بدنا نحن نساعد. نعم. الجمعيات هي اللي عم تشتغل، نحن اللي عم نقوم بالواجب. يعني اليوم لازم نكمل هيك. هي إذا بدك صمود الإنسان. نعم. بلبنان. طيب هلأ قطعت علينا صورة كأنه مدام عم تشتغل إشياء حرفية. هودي ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. نحن بنهتم فيهم. بتهتموا كمان فيه. من أهدافنا. نعم. الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام. وهودي جمعية نحن بنهتم فيهم، بنساعدهم وين ما يكون عندنا شيء قادرين يكونوا معنا، نسلط الضوء عليهم ونساعدهم على الأشغال يلي بتخليهم يعملوا اكتفاء ذاتي، يطلعوا مصروفهم وهن لقدام. يعني يكونوا هن عندهم اكتفاء، كل شخص منهم مش ناطر حدا يساعده، يكون هو عم يساعد حاله. طيب بس لمين بتبعون؟ هودي هن الجمعية بينزلوا غراضهم ونحن بنساعدهم بتسويقهم. بتسويقهم. وعبر كيف بتسوقوا لهم؟ هيدي مثلا من معرض من المعارض اللي عاملينها نحن، هيدا اللوجو تبعنا ورا مار يوسف. نحن مستوصف مار يوسف، العيادة الطبية مار يوسف دير الحرف. بنعمل ايفنتات بي العيلة. يعني بي العيلة طبعا. نعمل ايفنتات ومهرجانات على قد حالنا، وبهي المهرجانات وبهي الايفنتات بيكونوا موجودين معنا. نعم. بنستدعيهم، بنعمل بروجرام، بيكونوا ضمن البروجرام الموجود معنا هن، بيبيعوا اغراض، بيقدموا اشياء، يعني بيعملوا اللي لازم ينعمل. شو هن شو قادرين قدرتهم
بيحطوها معنا بهالمهرجان. نعم. هلا العينات الطبيه قلت لحضرتك بيوصلوا لك عينات طبيه نعم مجانيه، بس ما بيوصل لك مثلا ادويه من المغتربين؟ يعني بعد ما بلا. وصلت للمغتربين تقول لهم انه نحن عندنا جمعيه لتساعد العالم؟ هيدي بلشنا فيها اذا بدك من سنه، نعم. النهار اللي اخذنا على المخابر، لانه نحن قبل كان في جمعيات صديقه مشكوره عم بتساعدنا، كل ما نكون عايزين اي شيء نطلب على اسمهم، بس صار عنا على المخابر، صرنا نحن عم نستقل بشغلنا، بلشنا فتحنا لبرا، فتحنا على كذا بلد، والحمد لله يعني بين فرنسا بلجيكا كندا قادرين شوي نعمل شوية تأمين بعض نعم. الأدوية اللي لازمة. المساعدات لمين بتقدموها؟ يعني مثلا هالمستوصف الفاتح لمين بتقدموا المساعدات؟ ممكن يجي حدا من برات المنطقة من عندكم تستقبلوه؟ أكيد نحن صحيح هي جمعية معن لدار الحرف، بس هي لكل العالم، نحن فاتحين إيدينا لكل العالم، ما بنقول لحدا لا، كل نعم. حدا عايز عم نساعده بالدواء باللي نحن قادرين عليه، طبعا بالقدر. فوق طاقتنا ما حدا قادر يعمل فوق طاقته. وهالمستوصف هو مجاني او شبه مجاني مجاني؟ مجاني مجاني مجاني، مجاني يعني بتعطوا بطاقة للشخص، بيطلع له بطاقة انه بيجي لعندكم على هالمستوصف، او مثلا بس بيحكيكم كول وبيقلكم تجوا؟ لا، بيجي بيفتح استمارة، نعم. بيفتح هي فتح الاستمارة في شيء صغير كتير رمزي عليها، نعم. وكل شيء ببلاش، أدوية ببلاش وكل شيء، وال حتى المعاينات وكل شيء. المعاينات الطبية كمان نعم ببلاش. نعم وكيف بنقدر نتواصل معكم مثلا؟ عندنا رقم للمستوصف اللي هو 7-6-118-279، نعم. هو رقم المستوصف، هلأ نرجع منعيده كمان بعد مرة على الهواء، 7-6-118-279. هذا لكل العالم اللي بتحس حالها بحاجة لأدوية مجانية أو منا قادرة تروح عند طبيب، فيكم من خلالنا من خلال الأستاذ ربيع تتواصلوا عليهم وتروحوا وتاخذوا الأدوية اللي بدكم إياها. أكيد هلا اجمالا طبعا الأدوية الموجودة الادويه عندكم إياها. الموجوده، وبدهم يتوجهوا على القليله لاول مره نعم. لينفتح لهم فايل، لحتى يعني تشوفون اذا مش الحكيم تشوفون النيرس الموجوده، يعني نعم. لينفتح لهم فايل اذا كان معهم رشاته قديمه بدها تجديد، في شويه هيك امور اساسيه بنمشي فيها بالاصول، بالنتيجه ما فينا نعمل شيء على ذوقنا. نعم. كمان حضرتك ناشط اجتماعي وصاحب فكرة مهرجان دار الحرف، صحيح. كل سنة بتنعمل، فيك تخبرنا عنه؟ مهرجان دار الحرف الفكرة اجت من 3 سنين، اول مهرجان عملناه كنا بعدنا ما معنا رخصتنا، وكنا عايزين انه نقوم وما عنا تمويل مادي من حدا، نعم. لانه ما عنا اي جهة حزبية ورانا، الحمد لله نحن من كل الاحزاب من كل الطوايف صرنا مجموعين بهالجمعية. الفكرة هيك اجت براسي وجمعت الشباب وكلهم ايدوني فيها، وعملنا مهرجان طلع كتير في حلو. ريبورتاج هلا بدنا نشوفه. اكيد نعم. اكيد عملنا مهرجان كتير حلو، نجح اول سنة وتاني سنة وتالت سنة، اول سنة عدناه مرتين، بظرف شهرين عملناه مرتين، مهرجان عملناه باول تموز وعملناه باول اب، قد حلو. ما العالم انبسطت عدناه مرة تانية. شو بيتخللوا المهرجان؟ هو بيكون 3 ايام بينعمل فيه بروجرامات غنائية وترفيهية، طبعا بيكون في الجمعيات عم تشارك معنا، وبيكونوا ذوي الاحتياجات معنا، نعم. ومش بس جمعية واحدة يعني كذا جمعية، وبنحط ستاندات واكل وشرب وكل هالامور هيدي، بروجرامات غنائية والى اخره، يعني بضل 3 ايام رقص وبسط وكيف وهيك. هو كل سنة بينعمل بشهر تموز بأول أو تموز، بأول أسبوع من تموز، ما الحياة اليوم بدها شوية فرح، يعني مش دايما بدنا مظبوط. نروح على الدواء، بدنا شوية هيك نضحك. أكيد. وبدك تخبرنا عن المعروف اليوم عن المستوصفات اللي حضرتك بدك تفتحها، عندك مستوصفين بدك تفتحهم صحيح تفتتحهم قريبا، فيك صحيح تخبرنا عنهم؟ هودي هن الأساس هلا. أكيد. نحن بلشنا بدار الحرف، بدار رهبات مار يوسف سان جوزيف دو ليون، مشكورين نعم. الرهبات اللي قدموا لنا المبنى، وصار لهم هال4 سنين مقدمين لنا هاللوكال، يعني هيدي بركة منهم. بلشنا بالحملات، برمنا هيدي السنة صرنا عاملين فوق 60 حملة، 60 حملة عم نبرم عم نشوف، نعرف صرنا الضيعة يلي هي بحاجة لمساعدات، مساعدات مش بحاجة يعني طبية عم نحكي. نحن هلا عنا ب25 الشهر
إذا الله راد. بس حلو فكرتك، يعني عم تبرم على المناطق وتشوف أكيد مين بحاجة أكتر طبعا. كأدوية، لأن هلأ ماشي الأدوية، لأن أنت بتعرف الختيرة ما في مين يساعدهم، في وصار العالم أغلبية العالم بحاجة لمساعدات مادية وأدوية، بس أكيد هلأ إذا أكيد المساعدات الأدوية اللي بتضغى بتصير أخف تقل على المواطن، لأن عن ما جد هي ما في جزء، ما حدا. هي جزء مع بعضهم يعني، أي إذا بدك هن متكامل. متكامل مع بعضه. عملنا حملة بضيعة القصيبة، نعم وقدرنا عملنا تواصل نحن وقيمين بهالضيعة. قدموا لنا وقف مار جورجيوس للروم الأرثوذكس بيت خي الخوري اه يلي هو جزء من البلدية كمان، حلو قدموا لنا إياه وجا عم نجهزه مبدئيا، كل شيء جاهز صار فيه. ب25 الشهر بدنا نفتتحه بحملة طبية مجانية مع توزيع أدوية، يعني افتتاحنا راح يكون حملة طبية. نحن كان المفروض نعمله نفتتحه ب4 الشهر اللي قطع، صار هيك ظروف شوي منعتنا انه نعمله ب4 بسبب الوضع لا بلبنان. لا لا، حدا كان في حالة وفاة، كان في حالة وفاة، نسألنا كتير انه افتكروا في شيء وهيك، فعلا كان في حالة وفاة جبرتنا انه بخصوصيات الضيعة ما نكون عم نعمل افتتاح بهيك حالة، وهي شيء طبيعي يعني. أجلنا هال3 جميع مش أكتر. طيب عندكم كافة الاختصاصات أو في نقص معين؟ الحمد لله، في نقص أكيد، بس الحمد لله الحكمة الموجودين كلهم شابوبا وكلهم عم بيقدموا ويساعدونا. نعم، مثل ما شفنا في صورة أعطيتنا إياها، حتى في عندك حكيم عيون، أكيد وفي عندك كمان للقلب وكل شيء أكيد. هلا شوي تخطيط شوي نحن وهيك، في أكتر أو لا؟ شيء، أكتر 2 نحن عم نعاني منهم هن القلب والسكري، نعم هودي شوي اختصاصاتهم قليلة لأن 3/4 سافروا، ما بقى في كتير بلبنان منهم، نعم هود شوي دقيقين معنا. بس إنه بالمبدأ حكيم عظم، صحة عامة، حكيم نسائي، أطفال، كل هودي موجودين، الأخصائيات التغذية والمعالج الفيزيائي والكل شيء، كل الاختصاصات موجودة معنا. بس نحن هون بنطلع بالضيعة، بإحصائيات الضيعة، هن أكيد أهل الضيعة بيساعدونا، بنشوف شو الضيعة شو عايزة. يعني الضيعة اللي فيها أولاد كتير بتكون عايزة حكيم أطفال، أما إذا ما فيها كتير أولاد مانا بحاجة. هون بالإحصائيات تبعنا بنقدر نعرف هالضيعة لشو حاجتها، نحن بهذا الموضوع ساعتها بنجيب الحكمة اللي لازمة معنا. بتروحوا بتعملوا احصائيات على كل بيت هن ببيته بيعملوا، هن وهيك؟ بيساعدونا. نحن علاقتنا اكثر شيء يا مع الكنايس يا البلديات يا السيدات عم بيكونوا بالمنطقه، حلو، ايه بجمعيات للسيدات عم بيكونوا هن يعني عم مش انه بس بيساعدونا. هيك فتحنا مستوصف لنفتح، اكيد لا لا نحن عم نفتح مستوصف وبنعرف شو بدها طبعا المنطقة. طبعا. هلا انا عم بحضر ب 9 10 11 نعم 12 عندنا 4 حملات، انا عامل مثل شراكه مع وزاره الشؤون بموضوع حملات الايكوغرافي يمكن حضرتك المقالب. بعت لنا ريبورتاج عنا لهالحملات، لهول الحملات. مظبوط. يلا هلا بنشوفهم للريبورتاج بقى كمان. هيدي الحملات عم تنعمل بالضياع، بتوصل مع البلديات، عبر البلديات بنعملها نعم او الكنايس. ساعتها هونيك نحن بنحدد من البلديه هالضيعه شو الحاجه تبعها، عم بصير تواصل نحن وياهم، عم نقدر نعرف احصائيات تبعهم لانه هذا شيء بهمهم، وحملات مجانيه هذا شيء كتير بهمهم، فمن أكيد هيك نحن عم نقدر نعرف الاحصائيات تبعنا. منيح. وبالنسبة للمستوصف الثاني اللي بده ينفتح كمان بدكم المستوصف تفتتحوه؟ الثاني بعد 25 بناخذ نعم نفس، بنبلش بالمنصورية. بلدية المنصورية مشكورة، قدمت لنا المستوصف تبع البلدية يلي هو بمبنى البلدية، له 5 سنين مكفل قصرا كان نعم من وقت الكورونا، اها جينا عليه نحن حضرنا كل شيء، وهلا عم نخلص، صاروا خالصين ورقنا، عم نعمل له إعادة تفعيل، وب25 بس نخلص حملة القصايب نفتح المستوصف، بنحدد نهار افتتاح المنصورية ساعتها. بس يعطيك ألف أكيد عافية والله أكيد يقويك، أكيد يعني قريب رح يكون. برافو. المنصورية شوي كبير، وبيستوعب منطقة المنصورية كبيرة، أي مدينة كتير كبيرة يعني، بتعد الآلاف من العالم اللي قاعدين فيها، مش 1000 و2000 مظبوط. بقى، وما في مستوصفات تقدر تأمن لهم. الحمد لله يعني نحن شوي، يمكن مار يوسف هو اللي عم بيساعدنا بيفتح أكيد لنا لأنه إياها هو بي بوجنا. العائلة وبينتبه للعائلة، يعني مثل ما طبعا حضرتك عم تعمل، ويعني الله يقويك. ميرسي ميرسي. نحن بالنتيجة بس أسسنا هالجمعية كان عندنا هدف نعم مصرين نكمله، مقتنعين فيه، وهو صار هدفنا.
صار عندنا شيء بالحياة بدنا نعمله، مصرين عليه، مش بس أنا، عم بحكي عن كل الأعضاء اللي معي بالجمعية، لأنه نحن واحد كلنا. هدفنا مساعدة العالم، شو فينا نساعدها؟ مساعدات إنسانية، مساعدات عم نحكي طبية يعني، أيه. شو اللي قادرين نعمله نحن رح نعمله. هي أهم شيء هلأ المساعدات الطبية، طبعا لأن إحنا بلدنا كتير تعبان يعني، وبحاجة للمساعدات الطبية، وبحاجة كتير لنتطلع يعني، لأن في عالم كتير عم تموت منا قادرة تروح تشوف شو بها يعني، ما حدا بيعرف شو بها. هذا سبب كتير كبير. بس رح مرق شغلة، نحن إجمالا بالجبل نعم شوي مختلفة عن المدينة، مكونات الحياة بالجبل أصعب. ركزنا شوي على بعبدة والشوف وعلي، نعم لأنه المكونات هونيك أصعب من بيروت، وما في كتير والدولة شوي يعني مش غاضة النظر إذا بدك، بعيد شوي عن مساعدة هالمستوصفات. شي ببكي يعني، إذا بتشوف المستوصفات فوق يلي بمحلات فقيرة لازم تساعد، شي ببكي. عم نجرب نحن نكون موجودين بهالمنطقة تنساعد فيها، عن جد بحاجة فوق هالمنطقة، هي بحاجة لمساعدة، مساعدة طبية، لأنه يعني شفنا بوقت انقطع الدواء، بوقت اللي كان مقطوع الدواء نحن كمان كنا عم نوزع أدوية، والحمد لله الحمد لله استمرينا لليوم، لنا 4 سنين عم نشتغل، وبعدنا مثل ما نحن لبلع تطور لقدام، ورح نكمل، إن شاء رح الله نكمل مش رح نوقف. إن شاء الله تكفوا هالمسيرة يا رب. وأنا بدي أشكرك كتير على الحلقة المميزة اليوم، والله يديمك بهالعافية يا رب. ميرسي على استضافتك لإلي، ولو شكرا وصدفة لك. حلوة وإنه كنا سوا، نعم وأنا بفتخر فيكم، وبحب وصل هيك صوت صغير من الآخر. نحن لو بدار الحرف أي حدا بحاجة قادرين نساعده نحن حاضرين، نعم ما يتردد يحكينا 7611182279، نحن جمعيتنا لنساعد بالدواء شو قادرين نساعد. اوكي، لكن هلا رح نشوف الريبورتاج قبل ما نختم الحلقة. نختم حلقتنا، شو بدك تقلنا عن هالريبورتاج بشكل مختصر؟ بشكل مختصر نحن بنشكر معالي وزير الشؤون يلي هو مواكبنا وما بيتركنا وعارف شو عم نشتغل، منشان هيك هو على طول حدنا. انا بتشكر كل اللي ساعدونا بانجاح هيدي المهرجانات، وبتشكرك لك على الاستضافه الحلوه. ميرسي لك، ويعطيكم الف عافيه. ثانك يو. مشاهدينا، بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بنشوفكم بحلقه جديده.